الفقرة دي معانا بطلة في إحدى ألعاب الفنون القتالية اللي هي التايكوندو. بطلة، هي بنت بطلة العرب والعالم في اللعبة، وهنعرف كمان مشوارها والتحديات اللي واجهتها سواء على المستوى يعني الفني والرياضي أو حتى المجتمعي. خلينا يعني نتعرف من كل ده ونرحب ببطلتنا ندى الأشقر. صباح الفل. صباح الفل. سعداء بوجودك معانا يا ندى، وسعداء بالإنجازات المحترمة. يعني نهود اختصرت كلام كتير في جملة بطل العرب، بطلة العرب وبطلة العالم. فطبعا حاجة عظيمة جدا بنحييكي عليها، وعايزين طبعا نعرف تفاصيلها بقى، ان اللي يبقى بطل عالم وبطل عرب ده مش حاجة سهلة خالص. فبدايتك خالص مع الرياضة دي جت امتى، وهل كنت بتمارسي رياضة تانية قبلها ولا لا؟ انا بدأت اللعبة من وانا عندي 4 سنين، فلو مفيش حاجة قبلية اول حاجة في الحياة اصلا. ابتديت من وانا عندي 4 سنين، وانا دلوقتي 21 سنة. اوكي. و عندنا التايكوندو ليه قسمين، قسم فايت وقسم بومزا. انا طول عمري كنت البومزا. بومزا دي استعراض. اوكي. بقف اعمل شو قدام الناس زي في الكاراتيه كده، الكاتا والكوميتي. ايوه، الكاتا والكوميتي بالظبط. بشتغل واعمل عروض، وكنت طول عمري اول جمهوريه. أي. لحد 2012 نقلت بقيت فايت. اوكي. اول بطوله دخلتها كانت 2011، كان عندي ساعتها كانت 2012 وكان عندي 11 سنه. والنقله دي انت اللي اخترتيها ولا دي طبيعه الامور في الرياضه؟ بابايا. اوكي. بابايا كان شايفني في الوقت ده، لا هتخشي الفايت، شايف شخصيتك وانت تقدر، انت فايتر، شخصيه فايتر. okay. فتقدري بقى ده عاده الاباء والامهات بيقلقوا على بناتهم، يعني برافو. لا انا بابا اصلا هو اللي كان بيلعب اللعبه، هو اللي دخلني. اوكي. فده من البدايه بقى اصلا. فهو اللي دخلني البيت، يبقى ليه تاثير، مش تطلع بطله كده الا لو فعلا البيت. فهو بابا بقى اللي كان على طول في ظهري، يعني okay. يعني انا معاكي بقى على طول، وبطولات كلها، وكنتش اقدر ابقى في بطوله غير لما اكون سامعه صوته واقف لي، ويعني تسقيف بقى وكلام. يا رب يا رب. بس ففضلت كده. اول بطوله دخلتها بطوله الجمهوريه وجبت فيها اول. ودي كانت بطوله كنت انا قصيره وصغننه ولسه في بدايتي خالص. من ساعتها لما جبت اول كسبت ناس كانت معروفه وكانوا كبار وانا ما اعرفهمش. من ساعتها اتعرف اسم ندى الأشقر. بعدها ابتدت تتعمل البطولات، تصفيات المنتخب والحاجات بقى، ان انا اطلع امثل مصر بره، وبطوله العالم وبطوله العرب. ودخلت اول بطوله عالم كانت 2013. جميل. كانت في اذربيجان. لا بس قبل ما تحكي لنا عن بطوله العالم، لسه تحكي لنا عن الكواليس، يعني انا استعديت ازاي؟ ما هي دي بقى. بصي، اولا احنا قبل ما بنطلع اصلا البطوله بيبقى في معسكر مغلق 4 شهور. وقبل بعد يعني بعدها انت بقى ما بتفضل معسكرين في المعسكر ده، مثلا بتتمرني 3 مرات في اليوم، كل مره منهم ساعتين مثلا. كنت بروح المدرسه زيارات بقى احيانا في المرحله. والله فعلا انا كنت بروح واستاذن. تاخدي فكره كده الزملاء اللي بيشوفوا انتوا بتعملوا ايه يا جماعه. انا فعلا كنت بروح، هم عارف والله العظيم ما كانوش بيشوفوني غير في حاله واحده، لو انا رجلي متجبسه. والله بجد بلا مبالغه، كنت على طول اصابات طبعا، عشان هي لعبه اصابات ولعبه يعني خطر. ف كنت اروح لهم كل مره كل شهر بعكاز، وخلاص لدرجه ان هنجيب لك هدايا بعد كده عكازات تليق على هدومي كده. عشان يعني انت بتروحي المدرسه لما يبقى في اصابه، غير كده الاولويه. ما هو خلاص دايما قاعده، ما انا كده كده قاعده، فخلاص انا بروح بقى المدرسه. وانا شخصيه اللي هو يعني في وقت بستسلم بالظبط. بس وفعلا دي كانت حياتي. الوانة اللي كنت ناوي اسالها بتوازني ما بين الدراسه. انا سحبت سؤال قبل ما اقول الموضوع. لا لا، بس انا الموضوع بقى في المذاكره نفسها. ان انا ازاي اعرف اذاكر، انا في حاجات في حياتي كانت مثلا زي مثلا ثالثه اعدادي، دي عدت ازاي؟ دي شهاده بقى المفروض. وثالثه ثانوي عدت ازاي؟ ثالثه اعدادي دي انا جبت فيها بطوله العالم، يعني دي السنه اللي انا جبت فيها اصلا بطوله يعني العالم، شهاده وثالثه اعدادي وجبت فيها، وجبت فيها ساعتها 95% كمان. فلو كان الحمد لله. هو انا كنت على طول بذاكر هناك في المعسكر، جايبه ورقي وحاجتي وبنذاكر كلنا. بس وطبعا مش عارفه اوصف لكم قد ايه الاصابات وقد ايه التكسير وقد ايه ان صعب ان بنوته. اكتر اصابه جات لك غير يعني كسر، يعني ايه بقى؟ عمليه رباط صليبي لسه عاملاها بقالي سنه. يعني انا بقالي سنه دلوقتي عاملاها، وهي دي اللي خلتني ابطل لعب الفتره دي. اللي هو انا مش بلعب دلوقتي، ونقلت ان انا بقيت دلوقتي حكمه كمان. طب حلو، ده حلو جدا. فلو دخلت التحكيم بقى
وبنيت بقى حياه جديده بقى لي سنتين اهو في التحكيم بقى خلاص بقى بتنقلي من مرحله انك كنت لاعبه لمرحله انا دلوقتي حكمه وليا بقى قيمه وقامه بالظبط فالموضوع مختلف. بس هو مش موضوع عمليه الرباط الصليبي ممكن يبقى فيها فتره تعافي وترجعي تاني تكملي ولا انت اخترتي ان كده كده حلو؟ لا هو انا لحد دلوقتي لسه ما قررتش بصراحه. أوكي. بس مش قادره ابطل لعب يعني مش قادره اقول انا كنت فاكر ان طالما عملت شيفتنج لكارير التحكيم معناها خلاص نهايه المشوار كممارسه للرياضه. لا يعني كممارسه لا انا مش هبطل اللعبه لكن هي البوينت في حته ان انا ازاي اخش البطولات تاني وازاي يعني العب تاني واخش معسكرات واطلع واتعب واتكسر تاني والكلام ده دي اللي انا لسه بفكر فيها لكن كممارسه ممارسه اللي هو العب اللعبه عادي بره من غير بطولات دي عمرها ما هتنتهي. يعني انت مش هتفكري في باريس 2024 اولمبياد باريس خلاص يا رب لا انا نفسي فعلا نفسي ده حلم حاجه انا سايباها لربنا يعني اشتغلي على ده من دلوقتي ما هو بالظبط انا بقى ببتدي من دلوقتي التعافي ورجلي دلوقتي انها تبقى تمام واقف على رجلي تاني من الاول ونظبط الحاجات اللي باظت بقى عشان كمان حتى عشان تكملي كولكشن الالقاب الحلوه بطلة العرب وبطلة العالم وكمان بطلة اولمبيه تبقى حاجه كان حلمي والله كان حلمي اصلا انا كان المفروض اخش اولمبياد طوكيو لا مش طوكيو كان في واحده قبلها كمان لينا احنا للشباب وساعتها كان حصل لي اصابه وما عرفتش اطلع. لكن انت دراسيا خلصتي دراسه حاليا مش كده؟ انا دلوقتي رابعه. اوكي. اتخرج ان شاء الله السنه دي. ان شاء الله. يا رب. طب وهنشتغل بقى ان جنرال ولا برضو الكارير هيبقى تحكيم بس يعني لا 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 انا في جامعه التجاره عين شمس فاللي هو لا يعني شغلي كجامعه وككليه شيء ورياضه شيء ثاني، الرياضه في الاول وفي الاخر هي ايه؟ حاجه ترفيهيه انت بتهربي منها وقت ما يبقى في مثلا دراسه او في حاجه فانا دلوقتي لما هبقى بشتغل هيبقى الموضوع مختلف بقى اللي هو لا انا شغاله هنا ده شغلي الطبيعي اللي انا عايزاه ابني فيه كارير ودي بقى الحاجه اللي بهرب بس رياضه ترفيهيه ولا احترافيه بالذات ليكي كبطله يعني مش ترفيهيه لا مش ترفيهيه بس خالص في ناس بتسيب الدراسه تحديدا في الخارج يعني في مش ناس عندنا لا في ناس بتقدم يعني تاجيل واعتذارات وما بيكملوش الجامعه غير لما يخلصوا بالظبط طب انا عايز اسالك سؤال لان انا وكريم كذا مره سمعنا من ابطال عندنا النقطه دي هل فعلا كان في مشكله في يعني ان انت توازني ما بين الدراسه يعني ما حلوهاش كان في ناس كانوا معنا تقريبا كان متحدث باسم وزاره الشباب والرياضه مش فاكره تقريبا كان بيقول لا كان بيحصل في زي تنسيق ما بين الوزاره و وزاره التعليم يعني ساعتنا كان لا ويمكن دلوقتي الوقت يعني هعمل يعني الحاجه الوحيده اللي هتعمليها هتطلبي تاجيل وهو يعمله لي تاني مفيش يعني تاجيل رأفة شويه ما الحاجات دي ولا في كان لا كان ساعتها لا ساعتها لا, لا. رغم ساعتها كده انتوا كنتوا انت يعني اتعبي وذاكري وتصرفي فعلا انا كنت بتعامل بالمبدا ده اتصرفي انت طالما انت بطله ويعني تقدري تعملي اي حاجه تقدري توازني بين الاثنين الرياضه دي فيها احتراف زي كره القدم كده ولا طبعا طبعا في كده فرق كبير لما تشوف مثلا لاعب بيلعب كترفيهي ومحترف لا انا مش قصدي كده انا قصدي اقول لك احتراف في الخارج زي كره القدم ممكن تلاقي مثلا عندنا محمد صلاح ليها هدايا ملاك بتتمرن بره وبتطلبوها بره ولا لا يعني ما شاء الله عليها انت فكرتي في الخطوه دي وقتها ولا ما خطرتيش جالي اكتر من مره وما قدرتش اعمل ده عشان دراستي ما عرفتش اعمله دراستك ايه يا ست كل وانت في المدرسه كل ست اشهر مره ما خلاص المدرسه خلصت دراست ايه اللي انت بتتكلمي عنه؟ المدرسه خلصت انا بقيت في الجامعه دلوقتي طيب ماشي ما كنتش هقدر ان انا الغي حياتي كدراسيا واكمل طب ما ينفعش كنت تعملي زي دراسه هناك اللي هي اسمها ايه؟ لا مش بعرف اسمها ايه؟ انا مشكلتي ان انا عندي عندي بصي عندي انتماء فظيع للبلد اللي انا فيها بجد ما بس كنت هتحترفي وترجعي يعني ما احنا مش هتهاجري ساعتها كنت ثانويه عامه ما فيهاش هزار لا وبرضه في مساحه للشق العاطفي يعني هواندي مش كل الناس تقدر تاخد خطوه زي كده وتبعد عن الاهل والصحاب انا معاك بس ده اضافه اصلا ليها لمسيرتها الرياضيه يعني دي اضافه ليكي كمسيره رياضيه بعد كده هتفيدك اصلا انك تلعبي في محافل دوليه باسم مصر وتبقي متالقه على الناس الثانيه يعني ده بس عالم ورا بعض اربعه ورا بعض لعبت اربع بطولات عالم ورا بعض الاربعه دول عارفه لما تحسي ان انت اصلا اوريدي مكتفيه بالتمرين وانت اللي تقدري يعني انا اللي اقدر اخلي نفسي محترفيه اكتر انا اللي اقدر اخلي نفسي يعني احسن من نفسي او اطور من نفسي اكتر واكتر فما حسيتش ان بره طبعا انك بس تتفرج بتتعلم كتير قوي بس بيبقى في كده حاجات زي مثلا
يعني ممكن تبقى مثلا حضرتك مميز عن ناس عن شخص تاني ممكن يكون احسن منك، بس لا انت مميز، انت مثلا كشخص مصري قوي قوي فانت مميز غير التاني. حلوة النقطة دي. اذكى احسن اقوى اسرع. وبعدين هي محققه بالفعل نجاح في مشاركتها في 4 بطولات عالم وهي محافظه على مصريتها واقامتها في مصر، فانا مش محتاجه اسافر بره ليه؟ أوكي. ما انا هنا مش مقصرين يعني. انا معلش انا حتى لو يعني الاتحاد شغال معانا وعلى طول يعني جنبنا وكل حاجه، وكان ساعتها حتى رئيس الاتحاد ساعتها كان الله يرحمه كابتن فرج العمري، فكان على طول معانا، فما لو ما كانش حد بيسيبنا. وطبعا غير بقى الاهل، انا اهلي دول واضح ان انت من كلامك مرتبطه بمشكله في اهلك تحديدا. انا كل حاجه هم يعني فعلا الاهل شايلين كل حاجه، برضو ما بيبقاش الاتحاد شايل اللعيبه بالكم ده. بس دي يمكن المصدر بتاع السبورت بتاعك في يمكن والدك او في الاسره. ففكره ان انت بابا ماما، لان بابا كان رياضه وماما بقى الامتحانات بقى والمذاكره بس اكيد هم يعني اكيد اتفرجوا عليهم طبعا. تحيه ليك كبيره جدا للاهل، هم مصدر كل شيء والاساس، بس يعني ليهم دور كبير كمان في الدعم النفسي يعني جدا طبعا. ده بابا مواقف بابا بقى كده كنت فيها واصله يعني مش هقول احباط طبعا، الاحباط دي كلمه كبيره قوي. أيوة لا يعني كان لو خلاص انا مش قادره اكمل، انا مش عايزه اكمل، يعني اللحظات اللي بتيجي لكل الرياضيين والابطال. ده كتير قوي، ده كتير قوي. وبصي انا بابايا ضابط جيش فمقاتل اصلا، ف انا وهو طول الوقت لو حس مني باحباط من غير ما اقول له هو بيعمل من غير ما اعرف، اللي هو فاهمني اكتر مني، فاللي هو ندى انت قدها، ندى انت هتعمليها. والله ساعه بطوله العالم اللي انا جبت فيها الميداليه دي انا كنت طالعه كتفي مخلوع، وكان صعب ان انا اطلع البطوله، كان ممكن ما اطلعش، وما كانش في حد ساعتها كسب يعني. كنا لعبنا كلنا، كان فاضل 4 ايام، انا كنت اخر واحده، الثلاث ايام محدش كان جاب ميداليه، كلنا احبطنا بقى، واللي هو خلاص طب وانا كمان مصابه، طب كتفي، طب ندى هتعمليها. وساعتها كابتن فرج العمري الله يرحمه اختارني ان انا اللي امسك علم مصر في الافتتاح. حلو قوي. كنت انا بسمع ان احنا ايه 10 ولاد و10 بنات، قال ندى الاشهر اللي هتخش علم مصر في الافتتاح، وسبحان الله انا اللي رفعت فعلا علم مصر في الميداليه في الاخر. وفعلا دي انا بابا، والكلمه دي بابا اللي قالها لي، قال لي ندى زي ما رفعتيه في الافتتاح والله انت اللي هترفعيها في الكمادية بقى. بما ان هم بيتابعونا بالمناسبه الوالد والوالده، فطبعا كل التحيه ليهم، لان برضو ايه يعني اباء وامهات الابطال والبطلات ما يقولوش بطوله عنهم، ده هم الدافع وهم حجر الاساس الحقيقه. انا عايز اسالك على حاجه بقى بعيدا عن المنافسات والبطولات، على الصعيد الشخصي والانساني، هل قدراتك وامكانياتك في عالم الرياضات القتاليه نفعتك في اي موقف انساني اتعرضت له قبل كده؟ مره ماشيه في الشارع واحد لطيف حب يلطف يعني، عدت عليك اللحظه دي مره واحده في حياتي وبعد كده ما حصلتش؟ يا والله هي مره واحده حصلت في حياتي، كنت صغيره، كنت في المدرسه. اوكي. وكنت لسه في عز دي بقى، اللي هو كان عندي في المدرسه مسميني بطله المدرسه، نضال اشقر دي بطله المدرسه. أوكي. هو وقع مع حد غلط؟ لا وقع حد داعي عليه، شكله ما كانش سهل. حد كان داعي عليه يا جماعه. حصل ايه؟ هم سته يعني. ست ولاد؟ لا والله العظيم. عليك انت؟ اه. طب قولي لنا بقى. هم كانوا معايا في الفصل، كنا في سته ابتدائي، فكنا كلنا صغيرين، بس انا كنت بقى بتكرم كتير عشان بطولاتي اللي انا بجيبها. اوكي. فكانوا هم مهتمين قوي بالحكايه دي، فاللي هو اتغاظوا بقى، اللي هو يعني ايه اللي كل شويه تقعد تتكرم دي، في ايه؟ امال احنا بنعمل ايه؟ انت ايه يعني؟ يعني ايه تايكوندو؟ ما احنا لو جماعه عليك هنضربك يعني. اه يعني ما لو في حاجه هضربك على فكره، انت فاهم؟ قلت له خلاص اوكي يعني تمام. قال لي على فكره انا هستناكي بعد المدرسه. الله. قلت له حبيبي عينيا. جدا من صبيان لبنات. اه لا انا كنت ساعتها برضو انا كنت يعني قادره. اوكي. قادره. فاللي هو انا سبتهم والله بجد سبتهم، لان انا فعلا كله بيتخدع في الشكل. اوكي. انت مش هتقدري تعملي حاجه، انت منظر بس. فقلت لهم اوكي انا تمام، استنوا بعد المدرسه. تعالوا خدوا فكره. اه والله فعلا فسبتهم. وفعلا الدنيا انا خلاص خلصنا الحصص بتاعتنا، وكنت اخر واحده في الفصل، وانا بقى خلاص قبل ما انزل لقيتهم فعلا واقفين. فاللي هو طب تمام، رحت قافله باب قافله باب الفصل، ومحدش يعرف عننا حاجه فعلا، لحد يعني والله لحد دلوقتي بابايا ومامتي اللي معايا في البرنامج عرفوا الموضوع من مستر عندي في المدرسه، بسبب ان الولاد حكوا. وحكوا ايه بعد ما كبرنا؟ يعني معلش انت قعدت وقفلتي الفصل، قفلت الباب وضربتهم ودورت فيهم وضربتهم. والله كل واحد داخل
عارف هو عايز يعمل ايه، يعني اللي عايز يمسك مثلا من شعري، اللي عايز يمسك رجلي اللي هو عارف ان انا هضرب بيها. بس حرفيا انا في واحد جرب يمسك رجلي كسرت له مناخيره لان انا طرت بالثانيه. يستاهل والله العظيم. هو خدها يعني جه ناظر لم الاشلاء في نهايه الموقع على حصل واللي معرفش في واحد معرفش، بس انا اكتر واحد فاكراه اللي عيني كسر مناخيره. انا الرياكشن هو ما توقعهوش، يعني امسك رجليها وهتطير برجليها الثانيه دي. والباقيين بقى برضو كملوا بقى كله بقى، لدرجه ان في واحد منهم طلع جري، هو ما كملش الخناقه. والله العظيم. واللي جري ده هو اللي راح حكى بقى، اللي حكى بعد عمر طويل. وعايز اقول من بعد الموضوع ده من تاني يوم انا قلت بقى ايه اللي هيحصل يا ربي؟ طب هيروح يقولوا للمدير مثلا؟ طب انا ما عملتش حاجه. وفي الاول حتى لو راحوا قالوا معلش يعني انا هم اللي هزقوا نفسهم، انا مالي. والله فعلا انا ما عملتش حاجه، ثلاثه كسر واثنين خلع كتف واحد مناخير، انا ما عملتش حاجه. بس فعلا والله. وبعدها والله العظيم بقوا يشوفوني يلفوا وشهم ويمشوا. اكيد. وعلى ما كبرنا بقى يشوفوني كابتن ندى. كل التقدير. كل التقدير. اكني ضابط في المدرسه. بس برافو عليك. انا بحب النماذج دي والله. برافو عليك. انا نفسي ما كنتش عارفه ان انا اقدر اعمل ده، يعني ايه انا اصلا اعمل كده؟ فدي كانت مره واحده في حياتي. عارفه بعد كده بقى كل اللي مثلا صعبوا عليك بقى الناس خلاص غير كده. الناس ممكن روح يا ابني الله يسهلك. ايوه ما بردش والله فعلا، مش برد لو بسيبهم. انا بس ممكن ابص بصه والله بصه. وفعلا عايزه حتى اللي اكتر حاجه بتضحكني ان لما بكون ماشيه في الشارع بكون عارفه الضابط الماشي فاللي هو ببقى ماشيه اللي هو مفيش مجال للمعاكسه، ما فيهاش هزار. بما ان القعده مع ندى ابتدت تقلب خطر فاحنا ايه نقفل الفقره دي على كده وبارك الله في برزق. يحصل اختلافات وجهات النظر ولا لا؟ جميله بجد والله. يعني حتى شخصيتك يعني بجد ربنا يوفقك. وعايزينك تبقي معانا تاني ان شاء الله بس بعد فتره، ونشوف هتعملي ايه كمان لاولمبياد باريس 2024 لو هتشاركي فيها. فعندك وقت لسه يعني فكري فيها. نورتينا يا ندى. بشكرك على وجودك معانا. وهنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان نبتدي حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.